شبكة قنوات المحروسة، تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بحضراتكم ورحلة متجددة مع العلم والعلماء. نلتقي دائما في مساء كل ثلاثاء لنتعرف سويا على رحلة جديدة من خلال عالم فاضل أثر الحياة السياسية والفكرية، وأيضا أحد علمائنا في كل التخصصات. طبعا لقاء اليوم مع صاحب رؤية ورأي، مع صاحب فكر وسطي، أحد النماذج المصرية المشرفة، وأحد علمائنا الأفاضل اللي بنسعد باللقاء دايما مع حضراتهم. ننقل الخبرة وننقل التجربة لكل الأجيال حتى نصل في النهاية إلى مجتمع سوي، إلى مجتمع يحترم علمائه، إلى مجتمع يأخذ بالعلم والعلماء دائما إلى الأمام. معنا ومعكم اليوم في ضيافتنا أحد عشاق اللغة العربية، ابن من أبناء مؤسسة ومنارة الأزهر الشريف في مصر، وأحد النوابغ في مجال تخصصه. شرفنا اللقاء وسعدنا اللقاء مع الأستاذ الدكتور حسين السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة المنوفية، وكيل كلية الآداب، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية سابقا، والمشرف السابق على قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب جامعة المنوفية، الحاصل على جائزة التميز في التأليف العلمي جامعة المنوفية في عام 2020، وأيضا في عربيا جائزة جامعة طيبة للتميز العلمي والتدريس في 2010 بجامعة المملكة العربية السعودية. بنرحب بضيفنا العالم الفاضل الأستاذ الدكتور حسن خطاب. أهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا، مرحبا، سعداء باللقاء. الله يبارك سعادتك. أهلا وسهلا مرحبا دكتور حسن. دائما بنبدأ الرحلة منذ النشأة. نعم. ولما بنتكلم عن النشأة وبنتكلم عن النواة الأولى للمجتمع اللي أثرت في رحلة علمنا وفي رحلة النبوغ وفي رحلة التألق، نقول إيه في البداية؟ بداية أنا بشكر قناة القاهرة والقناة الثالثة، وبشكر أسرة البرنامج، وبهذه المناسبة الطيبة في شهر رجب ونحن على مشارف الاحتفال بالإسراء والمعراج، بأسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة أن يحمي مصر وأهلها وشعبها وجيشها وقائدها. بداية نشأ والدي رحمة الله عليه كان يعمل في حقل الدعوة الإسلامية، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ومن خريج كلية الشريعة سنة 1950. فنشأت في بيت أزهري، فهو كان من أئمة الدعوة، وإخواتي كلهم بالأزهر، يعني لي أخوين كلاهما يعملان بحقل الدعوة الإسلامية أئمة وخطباء، هما أحيلوا للمعاش منذ سنوات، حتى أولادي كلهم يعملون أئمة في حقل الدعوة الإسلامية، فالبيت كله من خريجي الأزهر الشريف. فوالدي خريج أزهر وحرص تماما أن يكون كلنا من يعني طلاب الأزهر الشريف. أنا خريج كلية شريعة وإخواتي خريجين كلية الدعوة الإسلامية. فطبعا التحقت بالأزهر الشريف منذ الصغر، المعهد الإعدادي والثانوي بطنطا تخرجت منه، يعني معهد اسمه معهد سيجر إعدادي وثانوي، بجوار بجانب المعهد الأحمدي المعروف المشهور بمدينة طنطا. بعد كده تخرجت من كلية الشريعة سنة 88 بجامعة الأزهر فرع طنطا. بعد كده طبعا التحقت بالخدمة العسكرية، وبعدين تم التعيين في جامعة المنوفية، يعني بعيدا عن الأزهر تماما. كان إعلان في الجورنال كلية الآداب تطلب معيدين دراسات إسلامية، فتقدمت إلى هذا الإعلان
وبفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات والدي ربنا أكرمني واجتزت الاختبارات المطلوبة في هذا المجال، وتم تعييني معيدا للدراسات الإسلامية بكلية الآداب أو بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية سنة 1990. من هنا بدأت بقى رحلة التكليف العلمي الدراسة، في فضلت أن أدرس في الأزهر برغم أنه كان متاح لي أن أنا ممكن أسجل الماجستير والدكتوراه في كلية الآداب أو في كلية دار العلوم، لكن حرصت تماما أن تكون دراستنا في الانتماء الأزهري. الانتماء الأزهري ده صحيح يعني لأنه يعني إن البيت كله يعني كلنا نحرص على الأزهر، وكان والدي دائما يعني يحفزنا ان احنا نمثل الازهر ونحافظ على انتمائنا للازهر الشريف. العالم الفاضل الاستاذ الدكتور حسن السيد حامد خطاب، ازهري النشأة، تخرج بجامعه الازهر، حصل على لسانس الشريعه بكليه الشريعه والقانون طنطا جامعه الازهر عام 1988، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفقه الاسلامي بجامعه الازهر في عام 95 و98. تدرج وظيفيا منذ التعيين معيد بكلية الأداب جامعة المنوفية عام 91 إلى أن نال درجة الأستاذية في عام 2020 2009 في درجة الأستاذية. نعم. 2009. لازم التنويه. نعم. تولى وكالة كلية الأداب جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأربع سنوات، ترأس قسم اللغة العربية وأدابها وأشرف على قسم اللغة الألمانية بالكلية، وصاحب مدرسة علمية متخصصة قام بالإشراف والتحكيم والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والعربية، وهو محكم ومراجع دولي وأمين للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بقسم اللغة العربية بالمجلس الأعلى للجامعات في دورته 14 منذ عام 2022 ومستمر بإذن الله إلى عام 2025. عايز أتكلم لأن الأزهر القيمة والقامة، المنارة الإنسانية ورمز للوسطية ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم. وسطية الأزهر ووسطية استمدها من وسطية الإسلام الحنيف، نتحدث عن هذه الوسطية وانتشار هذه المدرسة على مستوى، ليس فقط على مستوى مصر وإنما على مستوى العالم. من ميزات الأزهر الشريف أنه لا يقوم أو لا يختص بالدراسة فيه أحد المذاهب الفقهية أو أحد المذاهب العقدية. يعني إحنا عندنا في حاجة اسمها مذاهب عقدية وفيه مذاهب فقهية، فالأزهر لا يختص بدراسة مذهب بعينه، وإنما إحنا كنا في كلية الشريعة ندرس الفقه على ليس المذاهب الأربعة ولا المذاهب الخمسة ولا المذاهب الستة ولا المذاهب الثمانية، ولكن على المذاهب الثلاثة عشر. المذاهب الفقهية اللي هي المعروفة، المذاهب الأربعة ومذهب الظاهري ومذهب الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية ومذاهب أخرى كمذهب الليث بن سعد والإمام الأوزاعي وسيدنا سفيان الثوري وغيرهم، ندرس المسائل الفقهية مقارنة على كل هذه المذاهب من أجل الوصول إلى الرأي الراجح في المسألة. وهذه ميزة أنها تعطي لدارس الأزهر ألا يكون أحادي الفكر. يعني عندما تدرس المسألة على آراء متعددة وتعرف الأدلة وتناقش الأدلة وتصل منها إلى الراجح، فبالتالي لا يمكن أن تتعصب لرأي ولا تتحجر أمام فكر بعينه. وهذا هو الذي أعطى خريج الأزهر أو الكوادر التي تخرج من الأزهر مساحة فكرية يتسع للرأي والرأي الآخر، فبالتالي هو لا يتعصب عند فكرة بعينها ولا يتحزب لرأي بعينه ولا لمجرد رأي المذهب الذي تربى عليه أو اعتنقه منذ الصغر. صحيح هناك تدرج، يعني مثلا من الإعدادي للثانوي بندرس مذهب واحد لأنه لا يليق بعقلية طالب في مرحلة الإعدادية والثانوية أنه يدرس كل المذاهب، لكن لما نتخصص في الكلية ندرس على المذاهب الأربعة. لما نأتي إلى مرحلة الدراسات العليا، والدراسات العليا في الأزهر سنتين، يعني دبلوماتين تمهيديتين للماجستير، السنتين دول سنتين تخصص بتدرس
تدرس فيهم 5 مقررات أو 6 مقررات في صلب التخصص الدقيق الذي تنتمي إليه. مثلا في الفقه، في الفقه المقارن، في أصول الفقه بالنسبة لتخصصات كلية الشريعة، فبيبقى الدراسة مفتوحة ليست على رأي بعينه، مع إمكانية المقارنة بين الفقه القديم والفقه الحديث. وهذه غاية من الدقة، لأنه لا يمكن للفقيه ولا يمكن للإنسان أن يكون فقيها في مسألة بعينها إلا إذا كان له إدراك بالواقع، ويكون على بصيرة بالواقع وأحوال الناس وأحوال المجتمع، من أجل أن يسقط النصوص أو دلالات النصوص على الواقع، ويقوم بالربط بين الواقع وبين النص الشريف. فقه الواقع مسألة غاية من الدقة، لا يمكن إدراكها إلا بهذه الآليات الدقيقة جدا. دكتور حسن، عايزين نتكلم، طالما تحدثنا عن الأزهر ووسطية الأزهر، نتحدث عن تجديد الخطاب. بنسمع تجديد الخطاب الديني، وهذا الخطاب يعني يخضع لمجموعة معايير، ليس الأمور كده بعشوائية، وإنما هناك ضوابط تحكم الأمر. الخطاب الديني دائما يجب أن يكون متجددا في كل عصر. لماذا؟ لأن الإسلام هو خاتمة الأديان كلها، منحه الله سبحانه وتعالى، منح الدستور الأساسي في الإسلام، القرآن الكريم والسنة النبوية، منحهما ميزة لا توجد في أي قانون أو في أي دستور على الإطلاق. وهي ميزة إيه؟ أنه نص لغوي، والنص اللغوي بيستطيع الإنسان أن يفسره على حسب خلفيته الثقافية. يعني كلما الإنسان كانت معرفته أكثر وثقافته أكثر، كلما قرأ نصا قرآنيا كان فهمه أكثر من فهم غيره. فبالتالي هذه تعطي الإنسان في تطور، يعني في تطور معرفي للإنسان كما هو ملاحظ. نحن الآن في عصر التقنية الحديثة، أعتقد المعلومات والثورة المعلوماتية الموجودة الآن في المجتمع اليوم ليست مثل ما كان موجودا من 100 سنة ولا من 200 سنة. فبالتالي تجد من كان يفكر من 100 سنة ويقرأ النص القرآني والحديث النبوي يفهم منه على حسب ثقافته وثقافة المجتمع والحضارة التي يعيش فيه. أما الآن في ظل هذه الثورة المعلوماتية الهائلة، يكون فكر الإنسان أوسع من ذلك بكثير مما كان في الماضي. ولذلك نحن لا نقرأ التاريخ أو كتب التراث على أنه يجب علينا أن نعمل بها في واقعنا هذا، ولكن نقرأ كتب التراث لكي نفهم كيف فهم العلماء من أصول الكتاب المجيد والسنة النبوية ما سطروه في كتبهم، سواء التفسير، سواء شروح الحديث، سواء كتب الفقه. فهنا احنا نتعلم منها معرفة تاريخية لنعرف الآلية التي من خلالها فهموا هذه النصوص وطبقوها على عصرهم. فنأخذ هذه الآليات نفهمها، ثم نفهم الواقع، ونحاول أن نطبق هذه النصوص على واقعنا، فيكون النص معنا متجددا، ويكون فهمنا متجدد بحسب الواقع الذي نحياه والذي نعيشه. ومن ثم لا يمكن للإنسان أن يفتي في أي مسألة أو يتكلم على أي مسألة ويستدل عليها من كتب التراث بكلام جامد قاله العلماء من 500 سنة أو 600 سنة. هو يأخذ هذا الكلام ويعرف كيف فهموا هذه الأحكام أو هذه الدلالات، ويحاول أن يطبقها على أرض الواقع. دليلنا في هذا، يعني كثير من العلماء مثلا يقولوا إيه؟ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي إلا أن يعلم من أين أخذناه. فبالتالي هو دي الآلية. فكل كتب التراث بالنسبة لنا هي آليات نفهم من خلالها النص المقدس للقرآن الكريم والسنة النبوية، بما يتعايش ويتماشى مع ظروف المجتمع الحالي. تمام، بما يتعايش ويتماشى مع ظروف المجتمع الحالي. إذا لم يحدث ذلك، يكون هناك خلط، ويكون هناك مش وجمود، يعني يكون هناك غلط، ليس خطأ، يكون هناك غلط. يعني لو أننا أردنا أن نأتي بفتاوى قديمة من سنة 600 أو 700 ونحاول أن نفرضها على أرض الواقع أو نطبقها على أرض الواقع، يصاب هذا بالخلل، ويصاب هذا الفكر بالجمود، ويؤدي إلى العكس، ينفر الناس منه وينفر الناس من الإسلام. هذا من ناحية الكتاب والسنة والمصدر. نعم. ولكن
دعنا نتحدث حضرتك عن مواصفات القائم بالعملية. نعم. ودايما عندنا قواعد كده معروفة في اللغة العربية وفي البلاغة وفي علم أصول الفقه، لكل مقام مقال، وبالتالي لا ينبغي لأي إنسان أن يتكلم في أي مكان إلا إذا رعى حال الناس الذين يخاطبهم. وطبعا كما هو معروف الرسول صلى الله عليه وسلم قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم، فبالتالي يجب على القائم بهذه العملية اللي هو عملية إيه؟ عملية نقل الخطاب الدعوي أو نقل الخطاب الديني أو نقل الفتوى. المفتي ده عبارة عن إيه؟ إنه إيه؟ طبيب بيوصف وصفة لإصلاح حال الفرد والمجتمع. فكما أن الأطباء الذين يتخرجون من كليات الطب تخصصات شتى وهم أطباء للجسد، وهناك أطباء للنفس، علماء النفس ونحو ذلك، فالمفتي طبيب للأرواح وطبيب للأنفس، يوصف لكل إنسان الوصفة التي تناسبه التي تصلحه. الإسلام علمنا أن الشرائع الإلهية أتت من أجل مصلحة الإنسان. يعني الهدف من الشرائع من لدن سيدنا آدم إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم هو مصلحة الإنسان، تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، درء المفسدة وجلب المصلحة، أو جلب المصلحة ودرء الإيه؟ المفسدة. فالأحكام كلها المتنوعة سواء كانت أحكام واجبة أو فرض، مندوبة، سنة، مكروهة، حرام، كلها من أجل تحقيق مصالح الإنسان، من أجل رفع الضرر عنه، من أجل إزالة المفاسد بالنسبة له. كان في يعني أحد علماء مصر العز بن عبد السلام الذي كان يلقب بإمام العلماء، هذا الرجل فقيه مصري كتب كتابا غاية من الدقة وغاية من الروعة اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. استطاع من خلال هذا الكتاب أن يبين لكل العقلاء ولكل العلماء أن الهدف من التشريع كله هو إيه؟ هو المصلحة، مصلحة الإنسان أيا كان ذلك الإنسان. فهنا بيعطي دلالة لإيه؟ بيعطي دلالة لك أنت إذا كنت خطيب، إذا كنت فقيه، إذا كنت مفتي، إذا كنت أستاذ، ابحث عن المصلحة. عندنا قاعدة عريضة في الشرع أصولية وفقهية، إذا وجد الشرع فسمت المصلحة، وإذا وجد الشرع فسمت المصلحة. يعني ابحث عن مصلحة المكلف تجد الشرع يحض على تحقيق هذه المصلحة. إذا لم تفهم شيئا في الشرع فتش عن المصالح والمفاسد التي هي موجودة داخل هذا التشريع، تعرف يعني هدف الشرع منها. مع المصلحة تبقى الحكم إيجابي، مع المفسدة يبقى الحكم إيه؟ سلبي. يعني الأوامر كلها أي أمر، الإمام الشافعي بيقول عندنا في القرآن الكريم والسنة بقى 4000 أمر ونهي. 4000 أمر ونهي دول مبناهم إيه؟ أما يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ده على طول اعرف إن في إقامة الصلاة مصلحة للمكلف ودرء مفسدة عنه. زي تجد كتير من الناس يشكون يقول لك أنا مهموم وأنا كذا وأنا كذا، تقول أنت بتصلي؟ لك لا مش قوي، مش منتظم. لو أنه حافظ على صلاته لاستقامت علاقته وهدأت نفسه وصفت روحه وأصبح إنسانا سويا في المجتمع. هو ده، العبادات دايما بتؤثر هذا الإيه. فهنا لو كل مكلف وكل عاقل أدرك هذا المعنى فهم مغزى التشريعات الإلهية منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلفنا بأعباء ليست في قدراتنا. ويريد الله سبحانه وتعالى منا إيه؟ عايزنا أن احنا نتعامل معاه على قاعدة مهمة جدا وسهلة جدا، اللي هي إيه؟ الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. فرق كبير بين واحد رايح يقف يقول الله أكبر وصلي وهو محب لله سبحانه وتعالى، وفرق تاني بين واحد طالع يجري يصلي خايف من عقاب ربنا. لا، اللي واقف يصلي وهو محب لله سبحانه وتعالى مش هيبقى عايز يسيب الايه، مش هيبقى عايز يسيب الصلاه، هيبقى رايحه بايه، في وصايا سيدنا داود. قال الله تعالى لسيدنا داود: يا داود ابلغ اهل ارضي اني حبيب لمن احبني، وان حبي كل حبي لمن حبب خلقي فيا. الله اكبر.
خلينا نروح لفاصل سريع ونعاود اللقاء مرة تانية وفي ضيافتنا الأستاذ الدكتور حسن خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية، والوكيل السابق لكلية الآداب. وما زال الحوار ممتد مع ضيفنا العالم الفاضل الأستاذ دكتور حسن خطاب، الوكيل السابق لكلية الآداب جامعة المنوفية وأستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب. خلينا نتكلم، يعني هو طبعا رسالة الماجستير والدكتوراه، نتكلم عن رسالة الماجستير وخاصة رسائل الماجستير اللي بيبقى فيها فقه إسلامي بيراعى فيها المنفعة لكل الطوائف المجتمع، ما بتخاطبش فئة بعينها، وده الشيء الجميل ان احنا بنتكلم عن منهج حياة بالتعابير العام. رساله الماجستير، وانا محق في اللي بقوله ولا؟ اتفضل. لا لا، تمام تمام، اتفضل. رساله الماجستير طبعا هي رساله من كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر بالقاهره قسم الفقه العام، عنوانها اثر القرابه على الجريمه والعقوبه في الفقه الاسلامي. يعني ايه القرابات؟ قرابات الانسان المحيطه به ثلاث انواع او اربع انواع: قرابه نسب، قرابه مصاهره، قرابه رضاع. فيه قرابة تانية بقى اللي هي قرابة حكومية. يعني قرابة النسب لإيه؟ ما ينسب إليهم الإنسان أو ينسبون إليه، فلان ابن فلان ابن فلان، دي اسمها قرابة النسب. يمكن بعض الناس يسموها في اللغة العامية العصب. العصب، العصب ده ثلاث أربع جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، اللي هي قرابة الأصول للفروع، وقرابة اللي هي الأب والجد وإن على، وقرابة الأبناء اللي هي بنسميها الفروع، الابن وابن الابن والنزل، وقرابة الإخوة وأولاد الإخوة والأعمام وأولاد الأعمام، دي اسمها قرابة نسب. قرابة المصاهرة اللي هي القرابة بين الزوج وزوجته، سواء أهل الزوجة أو أهل الزوج. وقرابة الرضاع اللي هو إنسان رضع من امرأة فأصبح ابنا لها وكل أقاربها أقارب لها. هنا أثر القرابة على الجريمة والعقوبة. المشكلة في إيه؟ طبعا المعروف أن الحكم العام في الجرائم عام على المجتمع كله. واحد سرق، حكمه إيه في الإسلام؟ إنه إذا توفرت شروط الجريمة وأركانها يقام عليه الحد بقطع يده مثلا. واحد زنى والعياذ بالله، إذا كان محصنا يرجم، وإذا كان غير محصن يجلد ويغرب عام. واحد مثلا قذف، يعني شتم أو عير إنسانا في معرض التعيير بالزنا أو بالشرك والعياذ بالله، فإنه يجلد 80 جلدة، ولنص الآية على ذلك. يعني المهم أن هذه تبين لنا من خلال الفقه الإسلامي أن الأمور دي تبقى للأحكام العامة، لكن القرابات القريبة بالإنسان لها حكم آخر. إزاي؟ لو أن إنسانا سرق من ابنه، يعني أخذ مالا من ابنه وتوافرت فيه شكل الجريمة بتاعت السرقة، أو زوجة أخذت من مال زوجها على شكل السرقة، هل يعد ذلك جريمة ونقطع إيدها وهي زوجته، أو نقطع إيد الأب لما يروح ياخد من مال ابنه مثلا؟ فهنا نجد أحاديث بقى بتقيد هذه العمومات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. يقاد اللي هو إيه؟ القواد اللي هو القصاص. يعني لا يقتص من الأب بسبب إيه؟ عندما يعني يكون فعل جناية أو جريمة مع إيه؟ مع ابن. طبعا المسألة ليس أو العكس أو العكس، لا العكس، لا الابن. فرق بين الابن وبين الأب. إلا إذا كانت، يعني طبعا دي بتختلف بقى لقاضي الموضوع في ظروف كثيرة لها محددات ومقيدات. يعني كذلك أيضا مثلا لو أن عندنا جريمة الزنا والعياذ بالله، ودي أحيانا نسمع على الشاشات أو نشوف على الشاشات أو نقرأ في الجرائد، إنسان مثلا والعياذ بالله زنى بأخت زوجته أو بأم زوجته أو بأخته محرمات. أو بعمته في المحرمات، دائرة المحرمات. فدول المفترض أنه على بعض الآراء لهم حكم آخر. قال صلى الله عليه وسلم: من تخطى المؤمنين فخط وسطه بالسيف، وفي رواية: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ده له أصل في القرآن اللي هو إيه؟ قال تعالى في تحريم الزنا بصفة إجمالية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. إنه كان إيه؟
فاحشة وساء سبيل، ده وصف الجريمة، جريمة الزنا فاحشة وساء سبيل. أما في لو أن إنسانا تزوج بامرأة أبيه ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة أبيه قط، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ليه؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وصفه بثلاثة أوصاف من أوصاف القبح، في حين أنه وصف الزنا بوصفين إيه؟ بوصفين فقط. فهنا وجدنا أن هناك أحكام مغلظة، الجريمة في داخل القرابات تبقى جريمة إيه؟ أحيانا تبقى جريمة مغلظة وأحيانا تبقى جريمة مخففة. السيدة هند بنت عتبة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا أن تأخذ وهو لا يعلم، هو شكل جريمة السرقة أهو، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا يعد ذلك إيه؟ لا يعد ذلك جريمة. ليه؟ لأن الزوج يمتنع عن الإنفاق على إيه؟ على زوجته. طب وهي تروح فين؟ والنفقة واجبة بطريق الإحياء، فبالتالي يجوز لها أن هي تأخذ ولو على شكل جريمة السرقة، ولا يعد ذلك جريمة إيه؟ سرقة. إيه اللي خفف الوصف هنا؟ هو وصف الإيه؟ وصف القرابة، قرابة المصاهرة بين الزوج وزوجته. فهذه الصور بقى موجودة في قرابة في جريمة السرقة، موجودة في جريمة الزنا، موجودة في جريمة القذف، في منظومة من الجرائم. الفقهاء لما يجوا نص هنا مثلا يقولوا ايه، هب ان ابا كان يؤدب ابنه ولا يقصد ضرب ولا يقصد قتله فضربه فمات، هنا هل يعد ذلك جريمة عمدية فيقتص منه؟ لا، لا يقتص منه. ليه؟ الحديث لا يقاد الوالد بالايه، بالولد. عللوها بقى الناحية الفلسفة الفقه بقى، قالوا ايه، لأن الأب موفور الشفقة، الأصل في الأب إن هو إيه؟ موفور الشفقة، والأبوة كلها رفق وحنو وشفقة، عمد العدوان على إيه؟ على أولاده. دي بتدي انطباع إن العلاقة بين الآباء والأبناء دائما الأصل فيها أنها علاقة، لذلك إيه؟ الأحكام في مثل هذه الجرائم مخففة عن الأحكام في القانون العام، في القانون العام. دي بيسموها أحكام الحالات الخاصة أو الجرائم الإيه؟ أو الجرائم الخاصة. ننتقل لرسالة الدكتوراه وأسباب استحقاق الربح، نعم. دراسة تطبيقية مقارنة بين أحكام الشركات في الفقه الإسلامي. قضية الربح، ودي قضية من القضايا الخطر والقضايا الصعبة اللي بتمس المجتمعات في كل وقت من الأوقات. الربح دائما من وجهة نظر الفقه الإسلامي لا يوجد إلا من خلال عمليتين تجاريتين، وجود مال وعمل، ويلتقي المال والعمل في سوق العمل ويشتغلوا، يبقى الفائض عن الأصل بعد تنضيد المال أو بعد إعادة المال الهيكلة بتاعته تاني إلى نقود، الفائض عن الأصل يسمى إيه؟ ربح. يسمى ربح. يعني السادة الفقهاء عندنا، يعني أصل الفقه ده إحنا دايما عندنا بيقولوا الفقه هو الحياة، الفقه هو القانون الحياتي للمسلمين وغير المسلمين على حد المنظم السوء. للعلاقات الصح، العلاقات الإنسانية في كافة مناحي الحياة. بيقولوا الفقه الربح هو إيه؟ زائد مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا كان أو فض. كلام محتاج لشرح، إن هو إن الربح ما يجيش أنا لو خدت 100,000 جنيه وركنتهم وبعد شهرين هلاقي فيهم إيه؟ هما 100,000 زي ما هم، عينتهم سنة هما 100,000، لكن لما اشتغل بيهم واروح اجيب تجارة وابيعها او انميهم بقى اجيب سلعة واحسنها وابيعها تاني، يبقى هنا دخلت الصنعة، دخل العامل البشري مع الايه؟ مع المال، فبالتالي لا يكون هناك ايه؟ لا يكون هناك بطالة في المجتمع. أساسا واسف على المقاطعة، لان يعني ايه الامور بتبقى احيانا محتاجة لتوضيح. نعم. هل ما يحدث من جشع التجار في الفترة الآنية وما يتم عمله من المضاربات والارتفاع الأسعار الجنوني من بعض التجار معدوم الضمير يسمى ربح؟ لا، الربح هو القدر الذي يضعه الإنسان أو الذي يضعه التاجر على الصفقة، ويكون المعدل بتاعه معدل بالمعروف. يعني بحسب ايه؟ بحسب العرف. الفقهاء اشترطوا شروط مهمة او قالوا على التاجر الا يكون ربحه ربحا فاحشا، ولكن يكون ربحه ربح ايه؟ ربح يسير. يعني يحاول ان هو يراعي مصالح الناس. ازاي؟ في عندي 3 احاديث هقولهم بسرعة يبينوا لنا القاعدة، لان
كثير من الناس لا يفهمون طبيعة العلاقات المادية فيما بيننا وبين بعضنا البعض الآخر. الحديث الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق فقال: يا معشر التجار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ أليس الله قد أحل البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأسمون. يبقى هنا بيعمل إيه؟ بيتكلم كذب وبيحلف بالباطل. يبقى ده ليس تاجرا ولكنه إيه؟ فاجر، لأنه كل كلامه كذب. يبقى أساس التجارة بتاعته قائمة على الإيه؟ قائمة على الخداع والكذب والتدليس والغش. تمام. وهذا ليس من شأن المؤمن، المؤمن أمين. يبقى ده الصنف الأول، ده صنف إيه؟ ليس تاجر ولكنه إيه؟ نسميه بأي وصف خارج عن النص. طيب الصفة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، تنبيه بقى، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة. البيع الصحيح والبيع الحلال بيحضروا ايه؟ كلام كتير وحلف صادق، فعشان كده شوبوه بشيء من الصدق. يعني كل يوم كده اعمل جرد وطلع 10 جنيه، طلع 5 جنيه، عشان تكفر عن ايه؟ الكلام الكتير وانت اللغو بتبيع. او الذين هم عن اللغو ايه؟ معرضون. ده صفة المؤمن. اذا رأوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا: لنا اعملنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا شأن الايه؟ المؤمن، انه لا يتكلم إلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمؤمن لا يتكلم إلا بإيه؟ إلا بخير، ويعد كلامه. طيب الصفة الثالثة والعالية بقى، قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى التاجر في الأصل إن هو يبقى إيه؟ أمين وصدوق. أمين يعني إيه؟ يعني لما يقول: أنا اشتريت السلعة دي بعشرة، ما يبقاش شراها بتمانية، يبقى ما بيغشش. أما يقول إن السلعة خالية من العيوب، تبقى خالية من العيوب. مش يحاول. كتير من الناس عندها الفكرة إن البيع، إن التجارة شطارة، وإن هو اللي تغلب. ثقافة الفهلوة. هذه ثقافة بعيدة كل البعد، وسيندم كل من يفعلها على هذا، لأنه ليس المال ليس هدفا، المال وسيلة. وسيلة ايه؟ وسيلة من اجل ان انا بحقق العبادة والعمران في هذا الايه؟ في هذا الكون. فهنا كانت رسالة اسباب استحقاق الربح. الربح بيستحق ازاي؟ ولما يكون فيه ارباح نوزعها ازاي؟ عندنا في منظومة شركات، كان الهدف الاعم من الرسالة ان احنا عايزين نقول ان الفقه الاسلامي لا يتجمد عند اشكال العقود، ولكن العقود في الفقه الاسلامي لها مبنى ولها معنى. كلما وجدت الآليات التي تقوم عليها هذه العقود، نحاول ان احنا نطبقها في المجتمع، بحيث انه تبقى العقود او التعاقدات بين الناس تحقق المصلحة التي يستفيد منها الفرد والمجتمع. فدايما عندنا قاعدة كده بتقول: اسباب استحقاق الربح ثلاثة: ملك وعمل وضمان. ملك وعمل وضمان، ولا يستحق الربح بايه؟ بغيرهم. ملك يعني ايه؟ دي قضية يطول شرحها. عمل العامل، الملك ده اللي هو المال، وكون ان انا صاحب مال لما اديه لحد يشتغل فيه، بس يشترط ان يكون امينا، لان طبعا النهاردة مشكلة كبيرة جدا غياب الامين في المجتمع، الا ما رحم ربي. فدي محتاجين تنمية ثقافة الامين في المجتمع، حتى اصحاب رؤوس الاموال يثقوا في المجتمع ويثقوا في افراد المجتمع، والمجتمع لما يشتغل يبقى الكل حريص على الآخر. هو استثمار. هو استثمار، لكنه تحت مظلة رقابة إلهية. عندنا قاعدة صغيرة خالص، هو حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. القانون ده لو احنا بنطبقه مع بعضينا، عمر ما واحد هيغش التاني. صحيح. عمر ما واحد هيظلم التاني. عمر ما تاجر لو ان التاجر وضع نفسه مكان المشتري، والمشتري وضع نفسه مكان البائع، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب. عمليه تبادليه. عمليه تبادليه. لو تحقق هذا المعنى في انفسنا، لكان المجتمع اقوى المجتمعات وافضل المجتمعات واحسن المجتمعات. ما زلنا نواصل اللقاء في ضيفتنا العالم الفاضل الاستاذ الدكتور حسن خطاب، استاذ الدراسات الاسلاميه بقسم اللغه العربيه بكليه الاداب جامعة المنوفية، والوكيل السابق لكلية الأداب. يعني من ضمن الأبحاث اللي بتتمشى مع طبيعة المرحلة،
صحيح هي مستمدة من الدين الحنيف ومنذ آلاف السنين، ولكن تتحدث عن ما يقوم به المجتمع حاليا من رعاية متحدي الإعاقة. هذه نعم. الورقة البحثية، نعم. ماذا عن هذه الورقة؟ طبعا ذو الهمم على أولويات المجتمعات الرائدة. أي مجتمع تجده يهتم بذوي الهمم يجب أن يحترم القائمين عليه. فمنذ فجر الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية اهتمام غير عادي بذوي الهمم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الفئة اللي هي ذو الهمم أنهم لهم فضل على المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتجبرون إلا بضعفائكم؟ إشارة إلى هذه الفئة الموجودة في المجتمع. فبالتالي حتى لا تستغل ظروف هذه الفئة من بعض الناس، وحتى لا يعتدي بعض الناس على حقوق ذوي الهمم، وحتى لا يستهان بأمرهم في المجتمع، الإسلام وهو الدين الخاتم رعى هؤلاء بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية، رعاهم أيما رعاية. على سبيل المثال في سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني كان اشتغل بعلية القوم وترك سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم. لذلك بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يراه يعلم الأمة الاهتمام بهؤلاء، يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. واتخذه صلى الله عليه وسلم مؤذنا مع سيدنا بلال، والمؤذن ده اللي بيحمل شعار الإسلام، الدعوة إلى الصلاة. وبالتالي في الفترة القادمة أو الفترة القليلة السابقة وجدنا اهتمام غير عادي حقيقي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل جعل في عام اسمه عام ذوي الهمم، وخاص تشريعات متعددة صدرت من الدولة في الفترة السابقة بحماية لحقوق ذوي الهمم ورعاية ذوي الهمم. وكان لنا في هذا الصدد مشاركتان، المشاركة الأولى كانت مشاركة في جامعة المنوفية، والمشاركة الثانية كانت مشاركة في مؤتمر في جامعة المنيا، الحماية التشريعية لذوي الهمم. طبعا مع الترقي بقى في الألفاظ، من الألفاظ الجميلة اللي هي زي ما قلنا إن دايما الإنسان بيتطور في حياته فتتطور أفكاره. صحيح. فكان الأول يسموهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان قبل كده يسموهم ذوي الإعاقة، الآن بقى لهم اسم اللي هو ذوي الإيه؟ ذوي الهمم، ومعا نقدر. فطبعا هناك مشروعات عملاقة في الدولة لرعاية ذوي الهمم، وقوانين صدرت لحماية ذوي الهمم. فكانت الورقات التي البحثية التي شاركنا بها من أجل إظهار أهمية هذه القوانين، ومن أجل صياغة بعض المبادئ التشريعية التي من خلالها نستطيع أن نوفر الحماية الكاملة لذوي الهمم حتى لا يستهان بهم في المجتمع، لما لهم من حق علينا في المجتمع ولما لهم من قيمة في المجتمع. خلينا نروح مع حضرتك وجمهورنا العزيز لفاصل سريع، ثم نعود اللقاء مرة تانية على الهواء مباشرة في ضيفتنا العالم الفاضل الأستاذ دكتور حسن خطاب، الوكيل السابق لكلية الأداب جامعة المنوفية. إحساس من القلب، إحساس أكبر من كلمة حب، إحساس إن إنت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجد بتكون لي سند وإيديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي
احب روح عشان الباقي يعيش. لو اقول لك شكرا مليون مرة تفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش. والحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز. نور على الأكوان تجري له الأزمان، نور على الأكوان تجري له الأزمان. عدنا مع حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وعلماء من بلدي في ضيفتنا العالم الفاضل الأستاذ الدكتور حسن خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية كلية الأداب جامعة المنوفية والوكيل السابق لكلية الأداب. يعني من ضمن الأوراق البحثية أو الدراسات والأبحاث اللي ضفنا العالم الفاضل دكتور حسن عن بيتحدث عن العنف ضد المرأة وبعض الأوراق البحثية وهذه الدراسات. نعم، طبعا من المشكلات المجتمعية التي يواجهها الإنسان في كل وقت تحديات كثيرة تصدر من بعض الناس في الفهم الخاطئ للعلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع. في الحقيقة الأصل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تبادلية وعلاقة تكاملية، يمكن للإنسان أن يعيش من، لا يمكن للرجل أن يعيش من غير المرأة ولا للمرأة أن تعيش من غير الرجل. وبعض الناس يثيرون شبهات أن الإسلام المجتمعات فيه مجتمعات ذكورية، وهذا خطأ. ليه؟ الإسلام ليس فيه اهتمام بأحد النوعين على حساب الآخر، وبعض السيدات قد تفهم ذلك خطأ فتظن أنها في المجتمع عالة أو كمالة أو ما شابه ذلك، وغاب عنهم إن أول من آمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني رقم واحد في الأمة الإسلامية امرأة، فبالتالي ده يعطينا دلالة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تشهد بالمرأة وبالنساء بصفة إجمالية، سورة في القرآن تسمى بسورة النساء وسورة مريم إلى آخر ذلك، تشريعات لا حصر لها تفيد أنه المرأة لها مكانة كبيرة في الإسلام. لا يوجد دين ولا تشريع ولا قانون كرم المرأة كما كرمها الإسلام. ربما يفهم بعض الناس خطأ أن المرأة كانت سبب غواية سيدنا آدم وأنها سبب في نزوله من الأرض. القرآن الكريم نفى ذلك على الإطلاق. فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطا. شوف الآية عاملة زي يعني عود الضمير، يعني هنا ليست المسألة متعلقة بإيه؟ متعلقة بالمرأة، ولكن هما معا. فهذا إشارة وإنصاف لحق المرأة. العلاقة بين الزوج والزوجة في بعض الحالات يبدأ الشباب نظرا لعدم معرفتهم بقيمة الحياة الزوجية وبقداسة الحياة الزوجية يفهم خطأ ان هو من حقه ان هو يعني القوامة في الإسلام معناها ايه؟ ليست معناها السيادة، وليست معناها انه قائد يقود ويسيطر ابدا. القوامة في الإسلام معناها الخدمة، أن يكون الزوج قيم على زوجته يعني خادم لها. عندنا في تراثنا الفقهي من الإعدادي ونحن نتعلم أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته إذا كانت ممن يخدم مثلها أن يوفر لها خادم
وخادمتين وثلاثة على حسب. هذا هو التراث الفقهي وهذا هو حضارتنا الإسلامية. فبالتالي العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام ينبغي أن هي أرقى العلاقات وأسمى العلاقات في الإسلام. فالذين يستخدمون العنف ضد المرأة باسم الدين هؤلاء مزيفون، هؤلاء مخطئون، هؤلاء مغفلون، لم يفهموا حقيقة الإسلام ولم يفهموا طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام. تفضل فن. نختتم اللقاء بعدين بسرعة كده نتحدث عن الفقه الإسلامي بين الواقع والمأمول. نعم، الفقه الإسلامي بين الواقع والمأمول دائما عندنا عبارة كما نقول الفقه والحياة. الفقه والحياة يعني إيه؟ يعني الفقه هو حياة الناس الموجودة، فبالتالي يجب أن نبحث عن المصالح وأين المصالح وندرأ المفاسد. من الأمور الجميلة اللي أود أنها تكون موجودة والدولة تضعها على أولوياتها وهي من فقه الحياة أيضا، ماذا لو تبنت الدولة مشروعا لجمع الزكاة؟ يعني الزكاة في كل المجتمعات السابقة في الإسلام مورد أساسي من موارد الخزانة العامة للدولة، من الموارد الأساسية في الدولة. فالنهاردة ونحن في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم الآن، صحيح يوجد حسابات وأرصدة لجمع الزكاة في الأزهر، في كذا في كذا في كذا، لكن هذه أشياء اختيارية. لو تصورنا يعني بدراسة اكتوارية للزكوات المفروضة، ده زكاة رمضان بس، لو 80 مليون أو 90 مليون مسلم هيطلعوا زكاة رمضان بالحد الأدنى اللي بتبينه دار الإفتاء 15 20 30 50 جنيه على كل فرد، شوف يبقى المردود من نوع واحد من أنواع الزكاة قد إيه يعطى. المشكلة هنا أن في عندنا عشوائية في كثير من القرى والمدن والأرياف ونحو ذلك، عشوائية في التوزيع. ناس معينين اللي بياخدوا الزكاة لا بيبان عليهم غنى ولا وهكذا. فبالتالي مسألة غاية من الدقة لو تبنتها الدولة تحت أي مؤسسة من المؤسسات، مؤسسة الأوقاف الرائضة، مؤسسة الإفتاء، مؤسسة الأزهر، بحيث ولكن بشيء من التنظيم، بشيء من التنظيم ورقابة من الدولة، سوف يكون له أثر الإيجابي وله مردود في تحقيق مصلحة كبيرة في المجتمع. كل التحية والاحترام لضيفنا الفاضل العالم الفاضل الأستاذ الدكتور حسن خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية والوكيل السابق لكلية الآداب. سعدنا باللقاء، ودايما في الختام بيبقى فيه هدية رمزية بنقدمها لضيفنا، مش نلاقي أجمل من علم بلدنا ما شاء الله، كنوع من الرمزية وكنوع من الإجلال والاحترام لبلدنا وحب بلدنا. شيء رائع يقبل، أقبله بس طبعا يعني لأن علم مصر الراية دايما هي رمز أكيد طبعا رمز لمصر وكلنا طبعا. تفضل يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. شكرا لحضرتك. وقبل ساعة من الآن نلتقي مع حضراتكم وضيف آخر، كل التحية والاحترام لكل علمانا الأفراد وعرسهم طبعا ضيف اليوم أستاذ دكتور حسن خطاب. إلى اللقاء. استمر الرحلة، رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة. ولما حللنا فينا الرسول.